ملفات كتيرة جدا على الساحة الكروية حاليا، أكيد هنناقشها وهنخش في تفاصيل ونحاول نحلل، هنحاول نفهم علامات استفهام موجودة ومطروحة، وهنحاول نتوقع كمان. عندك ملف الدوري، وعندك سواريز، وعندك فيتوريا، وعندك المنتخب، وعندك الناشئين في النوادي والأندية المختلفة، وعندك الفكر المختلف والمتطور أصلا، فكرة إنك عايز تطور أصلا كرة القدم المصرية والتزام اللاعبين و و و إلى آخره. لا، ملف فات كتيره جدا بقى، لو عندنا وقت نكملها. هي بس نرحب بالاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. والله احنا سعداء. أنا والله جدا. أنا سعيد. شفت سعيد لدرجه اني فاكر اخر لقاء كان أيوه. فين في العجوزه في العجوزه يعني ان انا بعد الايام. لا ده كتير والله استاذ جمال. والله كده يا فندم بنسعد بوجود حضرتك معانا، وبنسعد دايما برؤيتك ربنا في حاجه عايزين نحسن استغلالها بقى في الفقره دي فيما اتيح لينا من وقت، لان زي ما الهواند بتقول لحضرتك احنا فعلا عندنا ملفات كتير. فتحب نبتدي من انهي فيهم؟ نبتدي مثلا من الدوري ورؤيتك لشكل المنافسه في الموسم ده، وخصوصا بعد يعني النتائج بقى المرحله الاخيره اللي انتهت يعني امبارح باللقاء الامس. اعتقد هنبتدي طبعا بالكلام عن الدوري لانه هو حديث الساعه زي ما بيقولوا. والحقيقه انه رغم الظروف الصعبه اللي موجود فيها النادي الاهلي هذا الموسم، واللي هي انا بقول ان هي لم يسبق صح لاي نادي اخر امر بمثل هذه الظروف، الا انه نقدر نقول انه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي حاليا ان هم يكملوا، وده اللي احنا بنطالب بيه على فكره من فتره، واللي جمهور النادي الاهلي بيطالب بيه، مش بس قصه انه الدوري ونكسب الدوري او ما نكسبوش. لا، هو كل التركيز الجمهور حسب ما انا بشوف وبحس من خلال السوشيال ميديا ولقاءاتي حتى مع الناس العاديين، بحس انه الناس عايزه لعيبه النادي الاهلي تؤدي بالشكل اللي هم متوقعينه. ايوه طبعا. يعني طبعا. احنا ياما اتكلمنا في الفتره الاخيره على انه احنا عايزين نشوف لعيبه النادي الاهلي بتلعب بنفس الروح، اللي هو حتى لو في فرق في المنافسه في عدد النقاط بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، الا انه على الاقل لعيبه النادي الاهلي تعمل اللي عليها. ما هو عشان النقطه دي في ناس كتير جدا، الى جانب الحزن في ناس كتيره غضبانه عشان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مش حاصل. وهو ده على فكره من حق جمهور، لانه طبعا هي كره القدم والرياضه والفنون والكلام ده كله ده بيتلعب اساسا للجمهور. فكل الناس فاهمه كويس اللي حصل، الفرق في النقط ده جه منين وله اسباب. يعني اداء الاهلي متاثر جدا بضغط المباريات، لكن اللي مخلي الناس زعلانه ان الاهلي كان بيحصل له المواقف دي قبل كده وكان بيعديها. يعني فيما سبق كان المعتاد بالنسبه للنادي الاهلي انه لما يبقى له ماتشات مؤجله بيرجع يلعبها ويكسبها ويقفل بيها الدوري ويقفل زي ما بيقولوا. التأثير ما بيكونش كبير قوي كده زي ما احنا بالزبط. شايفين دلوقتي. يعني اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتقول الناس عايزه تشوف لعيبه الاهلي بالمستوى بالزبط. اللي يعرفوه. انا هقول لك احنا عايزين نشوف لعيبه الاهلي ونقطه، احنا ما شفناش لعيبه الاهلي. أيوة. يعني فين اللعيبه بتاعتنا؟ لا يعني. عندك حق فعلا، لانه الناس مفتقده للاداء بتاع النادي الاهلي، اللي هو انت تعمل اللي عليك حتى لو في فارق نقاط بينك وبين المنافسين امر طبيعي، لكن على الاقل يعني ياما حذرنا اللعيبه من ده من فتره على فكره، من قبل ما الفارق يبقى في صالح المنافسين كنا بنحذر اللعيبه اعملوا اللي عليكم واتركوا الظروف، اذا اخطا المنافس او تعثر فانت هتستفيد من ده. تمام. فهي المشكلة كلها انه زي ما حضرتك قلتي وزي ما الاستاذ كريم بيقول انه الناس مش شايفة مش راضية عن الاداء. بس في نقطة مهمة استاذ جمال لو تتفق معايا فيها. اتفضل. انا ما اقدرش اجي الوم اللاعب 100%. ليه؟ لان انا كان عندي من الاول رؤية، مفروض انا كجهاز فني، انا هتكلم عن المدير الفني تحديدا. تمام. لما انا ابقى شايف ده جاي، يعني انا دايما الكرايسيس او الازمة لازم اشوفها وهي جاية لي بدايتها، وانا شايفة ده وعارفة ان هيبقى عندي جدول صعب جدا وبالتالي هينتج اصابات وغيابات واجهاد، انا كان المفروض اشارك من الاول البدلاء، وكان المفروض صعد من البدايه خالص. هو ده بقى اللي بقوله، عشان ما اوصلش بعد ما لعيبتي تتوفى زي ما كنا بنقول مستشفى الاهلي بالزبط. اجي بعد كده اقول يعني هو ده بالظبط الشيء اللي يمكن ان يؤخذ
على موسيماني. هو ده يعني موسيماني رغم معاك. الحقيقه خلي بالك احنا بنتكلم برضو بمنتهى الصراحه في قناه النادي الاهلي، احنا بنحلل عشان نقدر نحل، لا لازم نتصارح عشان الكلام يبقى طب. مقنع حتى للناس. موسيماني في لعيبه كان مهتم بيهم جدا ومعتمد عليهم، وفي لعيبه كانوا شبه خارج الفورمه يعني. وفي لعيبه مشيت وهي كويسه، وفي لعيبه مشيت وهي كويسه، لكن انا بتكلم على اللي موجودين ما كانوش بنفس المستوى. يعني احنا بنشوف في انديه المنافسه انه اللاعب البديل زي ما بيقولوا بيتنشأ على طبعًا الفرصه طبعًا. اول ما بياخد الفرصه بيلمع وبيحجز مكانه وبينزل ياكل النجيله، وبينزل ياكل النجيله وبيحجز مكانه زي ما بنشوف. يعني انا مش عايز ادي امثله، لكن الناس متابعه المباريات وشايفه انه لعيبه النادي الاهلي الصاعدين او البدلاء مش بنفس المستوى، مش معياريا ولا موهبه، لا مش بنفس مستوى الاعداد جاهزيه يعني الجاهزيه بالظبط او الاستعداد للنزول وانهم يحلوا محل اللعيبه الاساسيه. طب هو ليه فجاه كده في الفتره الاخيره الدنيا اتكركبت؟ احنا بنتكلم على كيان كبير طبعا طبعا احنا ده انا ونهواند لوحدنا بقالنا شهور بنتكلم على موضوع تلاحم المباريات وعلى موضوع بالزبط. الاصابات وعلى موضوع الاجهاد الى اخره. لكن لما يكون الكيان كبير بالشكل ده، هل النوع ده من الامور ممكن يوصلنا لان احنا نشوف اللي احنا شفناه في الفتره الاخيره؟ هو اللي حاصل يعني ده منطقي ولا يعني نهواند كانت بتقول لحضرتك ايه من شويه، بتقول لك انا ما اقدرش احمل قوي على اللعيبه، وعندها وجهه نظر في اللي هي بتقوله. تمام. في المقابل في وجهه نظر تانية ممكن تشوف ان برضه يتلام على لعيبه تفصيله الروح، تفصيله أيوة. القتال حتى. لا هي نهواند قالت انه مش هنقدر نحمل 100% على اللعيبه، وده صحيح، هذا ده هذا مزلوب. واقعي وفي جزء بس يعني ما نقدرش برضه نستثنيهم من المسؤوليه طبعا، لان احنا شفنا تراخي أيوة. وشفنا حاجات لا تتناسب مع لعيبه النادي. هي اصلها هي كلها على بعض، هي موضوع متلاحم ومتصل ببعضه، باكج واحده يعني. باكج واحده. مجلس الاداره عمل من وجهه نظري الدور اللي عليه في انه اولا مدي استقلاليه لجهاز الكوره، صحيح، بالتالي طبعا. لما جهاز الكوره بيطلب لعيبه لجنه التخطيط بتراجع معاه وبتشوف يعني من الناحيه المؤسسيه. احنا مش مقصرين ابدا في المجلس أعتقد بصراحه، أنا من وجهه أبداً. نظري المتواضعه بالزبط. ان مجلس الاداره لم يقصر في طبعا. هذا الامر، ولو كان تدخل اكتر من كده كان ممكن يلام عليه، صح صح، انه ازاي مجلس الاداره بيتدخل في شؤون الكوره. فهي الفكره مجلس الاداره لا يتدخل غير في مواعيد معينه، اللي هي امتى؟ في نهايه موسم، في بدايه موسم، في بدايه الاعداد لموسم جديد، هنا بيبقى التدخل. وعشان كده انا بقول انه مع نهايه دوري اللي هو 30/8 ان شاء الله التدخل هيبقى واضح بقى، لانه تدخل لازم، هو تدخل جراحي بقى، انت ملهاش حل. لانه في حتى الكلام اللي بيقوله الكابتن محمود الخطيب دايما في لقاءاته الاخيره او حتى في الرسائل اللي بيبعتها للعيبه، بيقول لهم ان الفتره الجايه دي هي اللي هتفرز مين اللي هيقعد ومين اللي هيكمل ومين اللي هيبقى موجود، والكلام ده امر طبيعي. لكن هو المجلس ادى الصلاحيه الكامله لجهاز الكوره بقيادة موسيماني. موسيماني أدار الموضوع بالشكل اللي هو مقتنع بيه، حتى سواء في إيجابيات أو سلبيات. يعني في إيجابيات أنه هو بيجي في مواعيد معينة أو في ماتشات معينة اللي هي محتاجة تركيز، وكان بينجح وقدر، ما اقدرش انكر. لا حقق موسيماني، حقق طبعا، احنا ما بنقولش ما نقدرش ننكر دوره، بس في نفس الوقت يؤخذ عليه برضو انه وهو بيلعب عشان يكسب، لا لازم يكون مجهز الكتيبه كلها. ما هي دي، ما هو النادي الاهلي كان طول عمره ايه؟ البدلاء بنفس مستوى. امال احنا ليه بنقول الاهلي بمن حضر؟ علشان ايه؟ ما هو بقى الجمل دي ما بتطلعش كده يعني. من النقطه دي جه الشعار دوت. بس زيه زي اي حاجه ممكن يبقى فيه مساحه للاختلاف فيها في وجهات النظر. في ناس شافت ان اللي احنا وصلنا له ده نتيجه اخطاء موسيماني اللي حضرتك تفضلت بيها. وفي ناس شايفه العكس، شافت ان اللي احنا وصلنا له ده ذنب موسيماني. استاذنك نقف عند التفصيله دي. لا ذنب موسيماني لازم نطلع فاصل ونرجع. ايوه هي جمله حلوه نتكلم فيها، بس احنا مش هناخدها بالنوايا.
يعني يعني مش ذنبه. لا ذنبه في ايه؟ مسؤوليته. هنفسر ده، هنفسر ده بعد الفصل، خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده النقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري، واللي وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده عند التفصيله بتاعه موسيماني، وكنا بنقول ان في ناس كانت يعني مستاءة من اللي نتج عن موسيماني في الفتره الاخيره من اخطاء او من تراخي او من اداء عام، وفي ناس تانية كانت متضرره من رحيله، فوقفنا احنا عند التفصيله دي. حضرتك وقيت في ناس بتقول ان ده ذنبه يعني او حاجه كده، مش انا اللي بقول، لا انا بقول لك في بعض الاصوات يعني. في وقت من الاوقات لما لقيت ان الصوره بقت قاتمه قالت لك ما معناه، ما هو ده ذنب. لا لا انا ذنبه لا منطق. اصلا اولا ما حصلش اي ظلم لموسيماني خالص، والناس لازم تبقى عارفه انه الوضع الطبيعي في النادي الاهلي اللي احنا عارفينه من سنين طويله، انه حتى لو في اخطاء والمركبه ماشيه الاداره ما بتغيرش. يعني الوضع الطبيعي انه كان هيستمر، بدليل انه تم تجديد التعاقد قبل كده مع موسيماني رغم كل الملاحظات. انما هو زي ما فهمنا من كلامه وتويتاته وحواراته التلفزيونيه في جنوب افريقيا اللي كان بيفاجئنا بيها، انه هو مش قادر يتحمل الضغط بتاع المطالبته المستمره. فوز فوز بالفوز. ايه يا جماعه؟ هو فوز فوز فوز. هي كده، ما هي فوز فوز، ما لهاش حل. المهم، لا هو مش مظلوم في حاجه، ويعني هو مشي بالتراضي، ما فيش اي مشكله ولا ذنب ولا مش ذنب، الموضوع عادي جدا يعني. بالعكس يعني هو النادي، انا مش على فكره انا مش انا بكلمكم احنا الصبح ف كلام بيطلع تلقائي فريش يعني. انا مش بقول ان احنا بنحمله مسؤوليه خالص، لا هو يتحمل جزء من المسؤوليه. يعني احنا بنقول مميزات. ايوه احنا قلنا ان هو حقق كتير بالزبط. لكن يؤخذ عليه برضو بعض، يؤخذ عليه لازم بشر. الحاجتين منطقيتين يعني، المطالبه بالفوز المستمر والدائم ده طلب مشروع جدا طبعا، وفي نفس الوقت رده اللي هو ما فيش فريق في الدنيا بيفضل يفوز على طول، ما هو ده الى حد ما برضه على فكره ده كان زي فايلر. فايلر قال التصريح ده لو حضرتك فاكر، كان ليه تصريح قال لك الجماهير عايزه تكسب، الجماهير الاهلاويه عايزه تكسب كل الماتشات، وده بيحصل فقط في البلاي ستيشن، هو قالها كده تحديدا. انا فاكره التصريح ده كويس، بس دي طبيعه الجماهير عندنا، نعمل ايه؟ هو هي كده المشكله. احنا كده. والله لا، وغير كده حتى احنا كده يا جماعه اللي عايزنا على كده اللي راضي بينا اهلا وسهلا. وبعدين طبيعي جدا انه ممكن يخسر، انما احيانا بيبقى فيه خسائر غير مؤثره على الكلام الكبير بقى. الهدف الاستراتيجي يعني، مثلا مع كل الاحترام خساره الدوري، وفي الطريق الدوري الحالي ما زال غامض، لكن انا بتكلم على خساره الدوري الموسم اللي فات يعني. فدي كلها حاجات هو يتحمل، زي ما بنقول اللعيبه بتتحمل هو كمان بيتحمل. طيب جزء. خلينا بقى نعدي الحته دي عشان ماشي. عندنا ملفات كتير اهم تمام. كمان تمام. والتحكيم واحد من الملفات المتبقيه، واتكلمنا فيه كتير قوي، وانا وكريم فاكره، انا فاكره حتى النقاط اللي اتكلمنا فيها بالزبط. انا وكريم طرحناها، بس وبعدين يعني ملف التحكيم الى اين والى متى سيظل بهذا المسير. الشكل الى اين المسير؟ هقول لك حاجه، هو طبعا التحكيم بلا شك برضو زي ما بنقول كل حاجه، ما فيش حاجه حلوه 100%، في اخطاء أيوه. كبيره. اللي يزعل ان تكون هذه الاخطاء في بعض الاحيان ممنهجه. بدليل انه لما نشوف بعض الالعاب، المواقف التحكيميه في مباراه، اخر مباراه للاهلي مع المقاولين، واخر مباراه مثلا للزمالك اللي ادارها مع بيراميدز اللي ادارها حكم يوناني، لا ما تحسش ان ما تحسش ان منظور التحكيم واحد. يعني في الحكم اليوناني جريء جدا في حساب ضربه الجزاء اللي هي خاصه بنادي الزمالك، تضييع الوقت، الكلام ده كله مفيش كلام لا في قرارات حتى من غير ما يلجا للفار بتجدي الحكم اليوناني ده، لا يبقى في فرق في التحكيم. وشفت التجربه الاسبانيه قبل كده يعني، لا شوفيها بقى مع الحكم اللي ادار محمد عادل، اللي ادار مباراه الاهلي والمقاولين، وشوفي قراراته كانت ايه. ضربه جزاء لم تحتسب، احنا مش هنتكلم على الهدف الملغي لان اغلب الخبره
قالوا قال ان لك رامي ربيعه يعني قال لك ان في تسلل. الثاني اللي هو عدم اعاده ضربه الجزاء لتدخل لاعب المقاولين جوه منطقه الجزاء اثناء تنفيذ ضربه الجزاء. فانا عايز اقول لا، القرارات يا جماعه مختلفه. ايوه بس الأداء. الاستمراريه والاستدامه اللي موجودين في النوع ده من الاخطاء التحكيميه طبيعي جدا ان ينتج عنها استشعار سوء. طبعا طبعا، ما هو 100%. هو اي نادي بيتعرض، مش الاهلي بس، اي نادي بيتعرض لاخطاء التحكيم او بيكون ضحيه لاخطاء التحكيم لازم يشعر بكده. لانه هو انت بتقعد دلوقتي تتفرج على ماتشات كوره وبتشوف حكام من نوع من جنسيات اخرى بيتخذوا قرارات بشكل معين. ليه احنا لا؟ يعني ليه ما بيحصلش ده عندنا؟ ليه الفار اللي هو معمول لاصلاح الاخطاء التحكيميه ايه محتاج ايه مع الفار؟ يعني انت الفار محتاج فار. ايوه ننشر مخبرين بقى في ارضيه الملعب. لا ده انا بقول كمان المفروض يبقى في جهاز كده لكشف الكذب. والله نقعد الناس كده وايه زي الجهاز بتاع كورونا ده. وانت مش شايف ان ده بيرتي؟ طب احكي بعد. طب على فكره ده في حد ذاته برضه ما كانش حاصل تحكيميا مصريا، ما كانش حاصل زمان. ما كانش حاصل. لا كان فيه، كان فيه ازاي؟ لا بس مش بالشكل ده. يعني كان فيه، بس انا عايز اقول ان تطور التثقيف بالنسبه للحكام، تطور الادوات المساعده، قبل كده ما كانش فيه الأخطاء. قبل كده ما كانش فيه اتصال بين الحكم والمساعدين بتوعه. النهارده بقى فيه تكنولوجي. النهارده بقى فيه الفار. الفار ده المفروض التواصل المستمر، وبيقول لك تعالى شوف. هي تقنيه معموله في الاساس ليه؟ عشان كده لا بالزبط. يعني هو بيقول لك تعالى شوف يا عم، ما بتجيش تشوف ليه؟ طبعا. وبعدين بعد ما بتروح تشوف بترجع تاخد نفس القرار الغلط ليه؟ طيب فاهمني يعني ده التحكيم. ايوه كلام. اللي بعده ايه غيره التحكيم؟ هنعمل ايه؟ عادي اللي بقول حاجه واحده تصر من ساعه لما قعدنا احنا التلاته. لا احنا في الاخر هنقول للناس صباح الفل. طيب نروح على المنتخب. معلش والله مش هتبقى برضه جامده، مش هتصور. انا شايف ايه اللي جراني والله. طيب بجد والله يا استاذ كمال، يعني فيتوريا فيتوريا والفكر تاني، لان احنا قلنا يا جماعه الفكر البرتغالي اقرب فكر للفكر المصري وللعيبه وفاهمين بعض والثقافه مش بعيده والكلام ده كله، واثبت الفكر البرتغالي في النوادي المحليه عندنا بكلام اهلي وزمالك وغيره نجح الى حد كبير. هل احنا فيتوريا حضرتك كده من البدايه لما طرح اسمه، وبعدين لما ابتدينا نشوف منه تصريحات، وبعدين لما ابتدينا نفهم دماغه شويه وفكره ان هو يتحدث عن الناشئين ويتحدث عن تطوير الكره المصريه ويتحدث عن فهمه لطبيعه المشجع المصري، تمام، كل دي زوايا مهمه جدا. يفتكر بقى وما يشتكيش بعد كده. دي نقطه برضه ادينا قلنا ضغطوا عليا. ايوه يعني هو يبقى هو راجل عارف طبيعه المشجع المصري بالظبط. بصي، هو اهم حاجه في موضوع التعاقد مع فيتوريا انه الاول مره بتتعاقدي مع حد لفتره زمنيه طويله، 4 سنين بالظبط. بس انا دايما معلش بأتحفظ وارجو انه لا يؤخذ على انه تشاؤم، لكن انا بقول البدايات دايما بتبقى حلوه. يعني ايه احلى كلام؟ ايوه والله مع جميع القرارات بتاعتنا الكرويه كل طرف بيقدم للتاني اجمل معاه طبعا، وانا جاي واقول وشوفوا لي الناشئين وهنزل بنفسي وبتاع والكلام ده كله كلام جميل كويس. انا بانصح بحاجه، ان احنا ما نتسرعش في الحكم على نجاحه. يعني هنديله من حظه ان في ماتشين ملاوي اتأجله فخلاص بقى عنده وقت ومساحه زمنيه ان هو يستعد كويس ويقرا ويشوف في الماتشات، وهو على فكره المفروض واصل النهارده. النهارده 2 اغسطس كان موعده. فهيبتدي يشتغل على ارض الواقع، يتفرج ويشوف ويورينا عنده ايه. واخر حاجه بقى بعيد عن فيتوريا قبل ما نقفل، لان انا فهمت على طول. ايوه انه انا بقول على لعيب النادي الاهلي ان هم يكملوا الدوري بشكل قوي ايا كانت النتيجه، بشكل يستعيدوا فيه ثقه
واحترام الجميع. طبعا كلام مظبوط، ده اهم شيء. نورتنا يا فندم والله، والله قراءة جميلة. شكرا ليك استاذ جمال. في حلقات جاية من البرنامج، جزيل الشكر لوجودك معانا، وجزيل الشكر ليكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا. ان شاء الله نشوفكم على خير بكرة ويوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح. الى اللقاء.